وقع امس امبارح 4 سنوات، وقع على 4 سنوات. وسيبك من اي حاجه، الولد صفقه كبيره جدا للنادي الاسماعيلي، وان شاء الله في مهاجم جاي بكره كمان، يبقى عندنا اقوى الصفقات بشهاده كل خبراء الكره في مصر كلها. احنا اللي عملناها اقوى فريق دلوقتي موجود يمكن في ضمن الفرق الممتازه هو فريقنا، وبنتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا على قد المسؤوليه، وفي عهد سياده المحافظ يحصدوا لنا بطولات ان شاء الله. يمكن صفقه من افضل الصفقات اللي جت للنادي الاسماعيلي، لعيب كويس مجتهد، ونتمنى ان شاء الله الفرقه تبقى ليها شكل وليها تواجد بشكل كويس جدا في البطولات العربيه او